بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل وبغلي اللبات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وعين كسوة الري كتاب الجنائز باب الصلاة على الأموات بين أيود بيي في وذاتك النجاشة أقافك اللي قلت كذي مسلمين قلت كذي. باب الصلاة على القبر حبابي هاي قف مسلم ولا حوالي إن قلت كان كري إن كلي قبر جسنتي لدولي ما ده إن قلت كان كري إن كلي. حدثنا الحسن بن الربيع البجلي ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأود عن الشيباني أبي إسحاق واسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز عن الشعبي عامر بن شراحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نبي وحكدلت كذي على قبر قبر وحكدلت روح لحواله للدوغي بعدما دفن أنت للدوغي كذب فكبر عليه في صلاة أربعة تكشد نبي كنت كان صلاة الجنازة صلاة الجنازة دي أفرق أفر تكبيرات بكت تكبير صدي والله أكبر يلي مروا أيوه عليه السلام فتح هذا آخر يمروا الدعية بقى. قال الشيباني وحوله فقلت للشعبي وحنقول شيخي الشعبي هاي حديث كان كقادنا وحنقول من حدثك بهذا سيدا يقول شيخي إلا ذو النبي قال لبدا نشوقين هوشنا مدى سوقارينه يا كوتبي. فقال حول شعبي الثقة أي الموثوق به أحد وكل حدثنيه الثقة بوجهه حقيقة بيو إي شيغي نين لوكل سوني ولوغا قاتين عبد الله بن عباس با إيشا بدل بات كده يامو أبايات. هذا لفظ حديث حسن حسن بن الربيع البجلي حديث كيسي لفظ كيسي وغادة آن شيغي مرا آن شيغي. وفي رواية ابن نمير محمد ابن نمير رواية سوحا كتشرا قال وحيري شعبي أما ابن عباس انتهى رسول الله رسولك لو حسوك قاري وكسر رماضي إلى قبر رطب قبر قيان قبر حبال قيون وعرديد أي قيان تاي فصلى عليه سبحانه وكتو كذا وصفوا أيون ويصفتين صحابتي ويسكو آذين خلفه قداشي سأ وكبر أربعا أفر قور النبي والله قرب ولمركو كتو كان يي قلت لعامر عامر وحانكوري وشعبي مقعيسي من حدثك يا كتب يا حديث كان قال وحور الثقة وحائيت يا حديث كحدثنيه الثقة لوقات ثقاء الوكل سوني هاي أيا إيتبي من شهده بإيتبي قفك قب جوغاها إماله نبي ميتك قبر كنت كان يتشوغي أيا إيتب ابن عباس بإيتبي عبد الله ابن عباس وأنا مركا نندل يرى أنقان قال ابن عباس واتقرنيس جنازة أيا يا قبر ما نبي كنت كان يي ذلك المسلمين تاي نبي قال للسعودي كلتو كذيب وكتشري وحانا مركا أنمرا لهين وسنقان قاد أهي حجة الوداع بو حجية أصغو قد ناهز الاحتلال إنو قان قاد كل وادوم ولبالوغين علي تحينتو نبي النولاء ابن عباس قان قاد ما أهين إنو ولبالوغين بو أها سأول السعود نبي قلتو لين تكذب بو بالوغي. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر التميم الخراس النيسابور عفوا أخبرنا هشيم يعني البشير السلمي حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد يعني العبد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي وحدثني محمد بن حاتم يعني بن ميمون السمين قال حدثنا وكيع بن جراح حدثنا سفيان يعني الثورية وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري وحدثنا محمد مثنى بن موسى البصري قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج كل هؤلاء الستة لحذا وذات عن الشيباني بحديث قادنا إياه كل هؤلاء هشيم بن بشير وذات كالليدة عبد الواحد بن زياد جرير بن عبد الحميد الضبي سفيان الثوري معاذ العنبري إيه شعبوي واللحدة وذات كل هؤلاء الستة رجس متابعيني أبتركم ماشوا كوكو أما سنة كوكو أكالي
أصلا ما يشوفوا قال الله في رمطابعات كل قصة درم اللي هذا لس كقدر مري لس كقول ماني كل هؤلاء عن الشيباني أبي إسحاق الشيباني وحديثك كقاضي نيان واسمه سليمان عن الشعبي عم شراحيل عن عباس عن النبي نبي كتبين بمثله مثل حديث عبد الله بن إدريس الأودي رجع اللحدة أو حين مطابعين يان وذات كوب الله بمسلم سند كيسو كوب الله عبد الله بن إدريس الأودي عن الشيباني صمايدا صمرين إذن وذات دهن اللحدة الدنب الشيباني حديثك كقاضي نيان وحي أمر كعهيان أما حوتشين يان حديث كي الرواية دي عبد الله بن إدريس الأودي عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في حديث أحد منهم لحدا وذات مت كمدة حديث كيسا كمتشره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا أفر أي أفر قرب الله أكبر يجري مركو قبره يقول تكان يكمتشره صادرت الحديث من إدريس الأودي وأتم من حديث الجماعة ولذلك سدر به الباب صادرت بأغب بالله بي بابك حديث كيسة حديث كنا في الصحيحين وحدنا أصحاب إبراهيم وهارون هذا مركب متابعات كالي أيوه الربائن بالله وكينه أو محور ربا شيبان إلى متابعي ما دام هذا أوكيني متابعتي عبد الله إدريس الأودي إلى متابعيني محور ربا هذانا شيباني رقو مغاتي كعي إنه كينه وحدنا إسحاق بن إبراهيم وهارون عبد الله ابن هارون عبد الله بن مروان البغدادي عفوا جميعا عن وهب بن كيسان عفوا وهب بن جرير بن حازم الأزدي عن شعبة بن الحجاج عن إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو بن بكر بن حلحلة الرازي حدثنا يحيى بن الضريس البجلي حدثنا إبراهيم بن طهمان ابن شعيب الهروي عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم أبي حصين مقعيز عثمان بن عاصم بل كلاهما لبدا وداد كلاهما لبدا وضبا وامعي وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي يو أبي حصين كلاهما عن الشعبي شعبي بعد كقاتم وحين متابعين ويا الشيباني أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلاة النبي كنت كذا على القبر روح لحبالي دشي مركب وحي الشيخ فذكر وحي الشيخ إسماعيل إيو أبي حصين نحو حديث الشيباني حديثك الشيباني وحوده وكليش ليس في حديثهما ليس في حديثهم باي قران انيغا ليس في حديثهما يا صوابه هاي اللبو ذات ويوحى للشيخ اللهم ادان لمرين على من يطلق صيغه المثنى على صيغه الجمع على المثنى طيب ليس في حديثهم في حديثهما اسماعيل بن خالد الاحمسي ايو وحوي ابي حصين طيب ما دام جماعته رؤوسه الشيء لبوي وداد ويوحى متابعين كم اجرى حديث كود وكبر اربعا كم اجره حديث كمركان رمينه ابن عباس يشوائد ديسان يعني وحي كجرت رمينا ان شاء الله وحدث ابراهيم محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر محمد جعفر غندر غندر نوحى لو بحي شيخ شعبة وبحي وانا قمنا صوت الماني نين سؤال بدن او قطقط بدن او برش بدن او شيخ ديبو اها غندر كن أشل كيسو قنشر كان ليدا ذا روح عن داود الله هاي نادب كبضان با غندر ليدا ذا مرك شيخ أبحي محمد جعفر الهذلي ومقع سل ليدا ذا حدنا شعب الحجاج عن حبيب ابن الشهيد عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسلم مركو دمي حديث كي ابن عباس يمتابعات كيسي وحيوقد بي أحاديث أم خرات كعيس شواهديس وحنا قب الله بحديث أنس حديث أنس أنس ما نبغي حكت بين يا إنه صوبان صلى الله عليه وسلم كدل تكذا قبر للدور لحبالي قف مسلم أنتي اللي قلت كذا لحبالي والنبي قال سو ولي وسن كنت كان إنه أنتو تجا كنت كذا يوري وحدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود وإنك سومر إن بضن وأبو كامل فضيل حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل لفظك أن شيء دوننا وحاسك أبو كامل لفظك أبو الربيع الزهراني ما شيء أبو مسلم كلية هاي وهذا من دقته محي لفظك شيء دونه ولفظي وكشاهدان وكان سنة يو نظرنا وكتر السنة كي سلسكو هاي دب مركزة وكاني ننك اللفظك اللي يمدنا أبو كامل فضيل من حسين الجحدري
قال لبدا وحين حق سندك حدثنا حماد يعني ابن زيد ابن الدرهم البصري وابن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع أبي رافع الصائغ أبو رافع صحابي قامها أبي رافع نفيع ابن رافع المدني بالو وان تابعه كبير وينك السقا أبو رافع صحابي قامها أبو رافع صحابي قامها قبطي قامها مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت موسى سوق قارن صدرت بعض الشرح باكو خلدمي وقاتي أبو رافع إنه يا صحابي وحدهن وفيه من لطائف الإسناد رواية صحابي عن صحابي ما بها هذه رواية صحابي عن صحابي ما هي ورواية تابعي عن صحابي مركب أبو رافع عن نفيع ابن رافع المدني الصائغ نيك لورنج التابعي المدني وليس أبو رافع القبطي مولى رسول الصحابي الجليل. لماذا ثابت بن أسلم بن لم يدرك أبا رافع عن الصحابية ما سوى قارن بسيد السبع عن ابن رضي الله تعالى عن أن امرأة سوداء هوني مذو أن امرأة سوداء قل يهم بكر انتير ما قال لنا قضيبا مذوق لما الشيكره قل يهم مارن بالاسكي هذا القارة السمراء القارة السوداء بقال لقال لي حنيا مرك وحاصة دواء اسكار ما قال لما وهي السوداء ومذب عيبنا ما أن امرأة سوداء هوني مذو ما قعيده إلا ورجو ممحجن بالو بدايا وممحجن بالو رنجر يكون يدا يدا لقب كان خرقابا لورنج هوين قيمة بدن أو صحابية أو تشعليد مسجد كان نبقى إنا النظيف سو أدو تشعليد بيضو قارعة طيب كان وحي كبرد تقوم المسجد مسجد كي حاق جرت نظيفين جرت أو شابا من يدن يرى أياها المساعد كان نظيف يودن تي الراجح عندها العلم بالحديث قف كان وهوين الدمر يا هيدو كبرد اللي هم محجن لغو نانا يسو أما خرقاء لقب كذا لا يدا هذا أي أهيد ففقدها رسول الله رسولك إلهي بأواي والتبي كبرد مساعدك الذي فنجر تيقيمها بان بريها ما أركي أو يبصو بنه يجري والتبي فسأل عنها نبي وويدي وضفك بويدي أو عنه عن الشاب المفقود أما نكد أن يرضى هاي النبي والتبي فقالوا واحدا مات رقي سيدا عدي الله الله النبي أبو بكر با يو رواية كلا عدي أبو بكر بو نبي أبو بكر أو يوداد كي مساعد كان شوي وشريها ندي فين شري أما قبر أو يوداد مساعد كان إلى يكبر كي أو قالوا وحيد أن مركب مات واقير يوذي النبي الله وانا حبالي قال سبحانه وحيد أفلا كنتم آذنتموني محاد محاد يقصوا شيء ويدين محاد يسوا قيسيين ويدين قال وحيد صحابي أبو هريرة فكأنهم صحابة وحاد مودا صغروا أمرها أرنك أنا فضيستين وقبل اسكن مسكينة ومساعد كانوا كالمين جرتي حلي هبي نبي جريوتي إذن كنت كذو حبالي وحبا النبي قال هكور لمن إسلادي ويرفضوا يستين أو صغروا أمره أول كأرنك شانك سيف فضيستين ما يشو النبي كتشوكو ما يسنو قيم أما قبل دا يكتشوكت فقال سبحانه دلوني على قبره أي على قبره ميتك قبره سيئ تصى فدلوه نبي يتسين فصلى عليه وكدلتك صوبانه ثم قال وحوري إن هذه القبور قبورة أيدي ما أنت أن دلتها قناة مملوءة ظلمة مكدبة لقبه آد بي قدعوا مكدواه على أهل يادتك كتر بين مكدواه وإن الله ألوين سبحانه وتعالى ينورها ونوريا وائفيا لهم أيها بصلاة يعني كصلاة ذي عليهم أن كنت كذي صلاة هذا أن كنت كذي له يقول نوريه تذكر من نور هذا ديدن الصحابي قف في ميدا مسلم عند تيس وشيعة وقد منك أمر بصوصر ويلي هبين يا مالين ضرار يا قطعر أحد كمسلم عند تيس وشيعة حايد في ذلك قال يسوع يزيه تيس وشيعة هذه أن لبو تشرين أنا تجاه يكسو تكناي أنا كنت كناي الله يسوع شيعة حديث كاني لفظ كان دمبي انت دمبي ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاته بصلاه عليهم حافن حجر بخاري حديث هو رئاسه الكيس ولفظ كان انت دمبي لكن ما وري انت دمبي دعاءه ان انت دمبي زياده ان هذه القبور لقى بالله بخاري وكتقي من هذا الوجب حديث كوريه حافظك مرك وحوليها وحوقتك انت انت مدرج من
في الحديث ومدرج في الحديث من كلام ثابت ابن أسلم البناني مرسلا. ثابت ابن أسلم البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة الأركيسين ثابت بأديجر النبي وحيري ثم قال رسول الله ما دام صدى أي تاي بخاري ساسو وقتها صدى صحابتكم هنا الرجحة وحيروا حكفة فايدة لا إيش هذا كتابك المدرج بكفة فايدة بان كلامك الله الله ابتدار قدني لو قرب حديث كان لو يديه دروق دي يسوي حمد الرجحي قيب تنضم بين مدرجتها ويتاي مرسل من كلام ثابت من أسلم البناني لا من قول أبي هريرة ولا من قول رسول الله في حديث أبي هريرة هوش اسكو قادة وحين قال إنه حديث كان خاص كأبو هريرة لقاه الله يوي سيدوك لو حاوش أمرو الرجحي الخطيب البغدادي كتاب قيسة الفصل للوصل المدرج بالحديث أثناء أوش آد بوفافاي سيدا لكن حديدا مسلم بديدا أوش مسلم بديدا بيهقي باسون سيدا مري بيهقي كتاب السنة الكبرى بيهقي دار قدني خطيب البغداد الحفن حجر صدح ذا وداد مسوى أفر أفر تاود هالكاسين مرين لكن مسلم حوار كا اختلاف كا كجير سند كإنو الرجحين هاي سيدا أسوأ أمر وهذا الكوية من كلام رسول الله مدرج نوصنا هاي لكن ما دام هذا الكوكتر قدال بوقيي من باب الشواهد بوكين لا من باب الأصول وهذا من عبقريته وإمامته في الحديث هي فرن ماذا يسوي يعني حكور مريي حديث ابن عباس أصلا في الباب كدبنا الشاهد علوسه حديث أنس من باب الشواهد بأوكين وإلا وحي لقال لمحوها إن النبي ضل حبالي أكدلت كذي أيضاً سيدة تاي يعني سيدة مسلم مريبا إلى حق بدن سيدة مسلم إلى حق ما باب الترجيح واحد أسكوها يوما أحدكوا ضعيف وحاوي معي بهق وحوق ري إن لفظك أنه النبي كسغي من حديث أنس من حديث أنس إن هذه القبور مملوءة ظلمة وون وري بالسند بكوري وحونا كي ما دام من حديث ثابت من حديث ثابت عن أنس عن رسول الله نبي قال أنتو قبل كنت كذا وحيري إن هذه القبور مملوءة ظلمة مركه هرتح لفظي قاني ثابت وحكوري يا سحابي عن رسول الله بكوري وحل اسكوها وحوي ثابت ذو لفظي قان مكاقة أبو هريرة حديث كي يسميسي صحابك لي بات كوري سايك الدين وحتسور لحق ليسي حديث كي أبو هريرة ميت فأنت معال اسكوها وإنت أم هذا القوة هذا الكنان محمد عليه الصلاة والسلام لكن سيدا محفوظ كي كلي وداده دار قدني خطيب البغدادي بيهقي إيه حافظك وكل راعي وحيلي وحاوي حديثك له هذا كوي ما داي محفوظ ما في حديثي ثابت عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن رسول الله لكن مسلم خلاف ذلك وقبا ابن التركماني بان أصونا هلك كل راعي وآد النقدي بيهقي هذا النقدي ويري بها قول حشو حب كما جيرانه سيدا مسلم باص صحا وحي صحا انت هاي وذلك كان فضي بن حسين حديثك كدغ من حديث حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متابعي سيداس وحا كلوري او لفظه لوري طيالسي ابو داود طيالسي في مسنده وكذلك مسدد بن مسرهد عن حماد وكذلك يحيى الحماني عن حماد واللوين المسيسي في جزئه عن حماد إذن ما كان فضيل ما خلط من فضيل بن حسين وحلوه يستمجر واللفظ له والو متابعي أفر حافظ باكر راعي وأنك أغير الصدوق ياي وحكو صار حماد ميا خلط من حماد ما خلط من لفتركيس ولا متابعي وحام متابعي حماد بن سلمة وري حديثك عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله مع الزيادة وحكو له وريا صالح بن رست بن كلورنجري يا أبو عامر الخزاز الأورنجر وأسوى النين صدوق أما الثقة سيدة الراجعة لبوا ذات با حمادنا متابعي ابن زيد ومد وحماد بن سلمة منا وصالح بن رستم إذن مع صهر مرك من غير حديث ثابت نوا لقور يا مع الزيادة مرك وحد الغصي هيستو وين ماشي مكة مية لوي وحال اسكوها يا روايات كرك بدن إزرائية يا حوق بدن مر هدي حديثكم من حديث ثابت انك سغيه
حديث أبيره إنه يهي لفظه قونا إن تاسو الراوي اسكو راعين وحد الليل هذا محفوظ ما هو لجزمية ما شما يالوي علي تعال إن تاسو أدب لغي وذاتك الليل هذا مسلم إلا ذا يرتع أي حديث قدام بيسية دمالا ابن حبان أصوي حوقبا إنت إلا شيئا مهمة طريقا هذا مسلم أشياء محفوظ يا أبوك ابن حبان صدرتيت من طريق حماد بن سلمة عن زي عن ثابت عن أبي رافع عن أبي الكورية سنالك أصل مريم من حبانيه من تركماني وحيد تاجرسين وذات كله مسلم طريق قديس وأما سلام الأسكوها يؤون من باب الراجح والأرجح وهي ما هم باب الضعيف والأضعف ما وحدثنا أبو بكر نبيشبته ومحمد المثنى أبو موسى البصري وابن بشار بن دار قالوا حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة وقال أبو بكر وحده أسوى عن شعبة موسى دين حدثنا شعبة موسى أوراني عن عمرو بن مرة الهمداني عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري قال وحور الصحابي قاس عفوا تابعي قاس إذن وشاهد صدحات بكيني أمس أفراد كان زيد كان وزيد من أرقم وي زيد من أرقم وي سيدا نكون مرة في سنن النساء وأبي داود كان زيد من أرقم وحا يكبر كي تكبير صدا والله أكبر يلا هذا في على جنائز نضدك يا أنت مكو كنت كان أربعا أفر تكبيرات بلي منجري وإنه زيد بن ثابت كبر يوما على جنازة خمسا سيد ثان أقول إن تروح الله كان ميدا إنه أفرت كور الله بري هذا سيد أقول تكذان نقاني يا مال ميد الله كان شن تكبر رب الليل فسألته وان ويدهدان أهي ابن أبي ليلى فقال وحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها نبي محمد بابا مركا قاركوت شن تكبر الله إيمان شروا أفرت كات كبدين شري مسألة أمرك قصة بسن مسألة الصلاة على القبر ومسألة خلافية بين الفقهاء فقهاء الأمثال أسكم عن رافين وحال أسكوها ينا وقف مسلمة أو لقدت كذي كدمنا الله حبالي حباش انتي لو قد ضبطتك طبعا هران كنتو كان المكتو كان كران وحال أسكوها قف مسلم كهدي صلاة الآن لدوغو أما والسوفا قدبا لوكين ولقدت كان أما أسوء لفاقين بل لقدت كان ومسألة كلي قفك أسوء أن ويل لقدت كان لقم النقاش هاي إن قد دائنك أسكا حتى نعم بخلافك سوق لكن كتور نينك الله يسكوه يحوي وقف مسلم لقدت كذي كدبنا لدوغو الله حبالي ضد آن هران كنت كان قبر جي سنتي تقان مكنت كان كرا هل مسألة إجماعي هم خلافة مركة أن كدبنا قيبت إجماعي وحاوي روحي هدي الله حبالي مددير نو حبالي او بالي لغمة تنكر إجماعا انت علومة هالشيء وحاو قبضا بالبا وقبضا مالي لبما مال المطروحة دو حبالي يا بالبا دور دافا ممنوعوي هدي فصحانتها إن تدك المسلمين تدك اللي حبالي بقول سنكور اسكتو كذان مالي والبنبي قمر كان بوقرنا انكسو تكن لهين وركسو ميدا فهم أبو بكر بدو تقتال عمر بطلان تان النبي قال ما كنت كتال لماذا وقت وهطول ديرادو ضد روحا مش كو حبال اما احد تشركيس اي عرض عوني كرتها النقضو اما احد يسمعوني كرين سيدا انبيادو كلها النقضو مر بوقت وهطول ديرادو وممنوع الصلاة على القبر ومسألة إجماعية من دائية دا وحاقوب بدان الله الشيخ وحاوي هل بل وحي بالكبر إن قبر اللي قلت كذا وبدعو رقم سلفنا ما هدينا ما شيقين تواقاتين هذه المسألة الإجماعية مسألة الخلاف قوام حي ووحي كير مدد أيرتا روح حبالا شنبري أفر بري بل وحكير حبالا طبعا كنت كنا هرام كنت كنا كرام حنفي ذا يا مالكي ذا يا ليث بن سعد سفيان الثوري يا وذاتكي لقدتهم مجري خارج نمذي حسن بن صالح بن حي وحي قبان ما بنانو ما بنانو مالك أبو حنيفي أصحاب ديسة مالك أصحاب ديسة نكلا ليث بن سعد سفيان الثوري فقاو حليم ما بنانو أحاديثنا وحي كرقها هيا ومن خصائص المصطفى بيلي هاوشن هاو النبي كونو كوا هداد جدا هدو هدي نبي كريو كمتو كني ابن عباس حابدا بلتشوك تيه وحدا يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستغلال يغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلا ولا إلى هذا
نبي محمد مركو هذا تبع أهاين أيوة حساب ماله تنوى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام بدليل وكان النبي وكله قبور تنصوم ركتان مكدبا بركة أها قد عربي أهيد صلاة يدي بإلهي يقول نوري هذا ما داوره هيدا صلاة يدك إن لقول نورنا وهذا ماشي سوتا أجن هل كاسي أدو خصائص بيكرد أجن حنفيو ذو قاب كاسي وجوابيا كذلك المالكية ليث بن سعد يونك الأورنجري سفيان الثور ومن تبعهم وليه مالك مكلا ويدي وحول أول ليلي هذا صلاة قبته حديث تنواتنا محطك ليس عليه العمل بور وليس عليه العمل خيم ذي نكو مرد أقمام بور حديث كمرد يكتغينا وقرد جبو الكاس الله مري ليس عليه عمالك دوكو يا قبا بيسك دور وصوح علميس وچه ذا دور شيخ واسو وحكو ورنجا حتى هل إنه نقضى لقيا به ربيعة الرأي عبد الرحمن هرمز الرقاس دور علوم ذي ساء أيوه مركة قرد كي لهذا عمل كي رين من لكم مدور رسوه وچه ذا دور عالم أما الله بشخ كوضا أما الله شخ كوضا هذا الكاس وركو ذا ور ضعيف ووي وركو ذا دهاء شيئين وران تبر بطني نصوص طولن بان الدي ديسا ابن حزم بآد الردي وذا داس كفق هذه محلها نول بتركيس الضبير مشهد هاي مكون نقدنا يو صادرت القرطبي أبو العباس القرطبي مفهم كم مرة حوري وركن ورلا دقيسن كرمها وركن مالك يدي حنف يدي يلي ما دي إلهي بان له مالك بان هذا وحصو عون هاي المور ابن حزم وحوري حكا كبس وقاد النبي يا هوشن لقد كان لكم في رسول أسوة حسن حقيد قيني زنب نبي أنكر راعينا ونقضينا خصيصنا ماشيكم مجرتو خصائصنا اللي قمصوكو احتمال هي وحيالتها اللي قمش الدليل عدل أبا أنت أقول يضع الكاوي سيدا مركة إمام الشافعي كتقي أحمد حنبل إسعند راهوية أصحاب الحديث وفقهاؤهم سيدا مرين با صحة ويبنى أنت واشي سنو وناكسن قفك مسلم كأهلك أما ولالك هذا كتو كنين ويهب الباشالة يقول هي حقيد اللنقاتا كسو حبال كريكو بانجيني وحقوب بنانا وذولي سنة انت تقتنات كسو تكتو ويكو بنانتا وركب هذا الشيخ كان وانا حديث كفاها من اسكاله اقول سي مشغول وركوضة حي الي خصائصتي محد كغا جوابتين خصائصتي محد كغا جوابتين خصائص وحن نبي قوني كوتا هاي لغو مصوغو احتمال ايو وحي الاتاي مدلبات يعني ماشي كنت تحوي الأصل في الأحكام المساواة الأصل في الأحكام استواء المكلفين فيها وقاعدة أصولية إجماعية أصل وحوي ضد كم مسلمين تا والنبي كوكية هاي إلى أن بدك إنه يقول لي تا أحكامته يكون سميه لك لا قادم هاي إلا بالدليل نبي يتنقون كتاينا لغوص ما إلا بالدليل مدلل الكلام نبي قوحا أصلا وحو سمائية فلا أما قولا إن الله نماذنه إلا أن نبي ونقرر أم إله النور دي دي قيش هوشا سلاة دينو إنا النور طاي إنا قبورة مكدئة هاي يا هولا يدوك محدكو أغانيسا وحان لين هاي سلاة دان إنا النور نيس أولاقونا حريسا وان ملاينا إنا نبي قونا أسووه بي ملوهنا هو حكم شرعي لغونا ديسو أحكام تلغو ديسو حاي إلي هبين هرين يسوم مريني بقول مسلمين أفرطن مسلمين مسلم كي يؤرقي صدح صفهم مسلمين أحد كي كنتو كي يؤرقيان إلا شفعوا إلا شفعوا فيه حقات كم رئيسان بالليل نبي قابا الشيغي با مسلمين ترقدوا دا إلا أقبالي صلاة دا يدو قفنا مسلم قفنا يتريس والله قلنا حريسا قبر قي النور هدان نهبنا وانو ملاينا إنا ملاحنا أحكامته إلا قلت سواء أسل دينيت لما كان وحوه دين لك لا ترطورا ملايني ليس عليه العمل عمل أهل المدينة بقدر الرسديبة جماعة من أهل المدينة طابعين بها لغا سوكوريا أتباعوا طابعين بضم بها لغا قوريا مالقنا وإذا أصغى صاحب دي وشيخ يسوه لورجري ربيع بن عبد الرحمن الرأي أي ورك يلجي ذا بها الليل صدرة المالكية حديثين تاء ورك وإسكاقات تقن مالك وحبان ما يسم كو قيمين وركيس أو كما يسون سوق قادم قيب تدنبي مركة الله سعوة حديث كزيد أرقم نبي عليه الصلاة والسلام زيد با ضدك الله كينا أفر قور كتكبير سنجري جنازة الله كينا ومانين شن قور تكبير صدي مركة اللويدينا
وحي النبي محمد وسيدا يليبان أركي وسيدا وانك صوم الرأي تكبيرت النبي كسوك نايد إساءت الجنازة أفر تاسا أبدا صدح بانا وغير صدح إلى سقال النبي قوى اللي قوريا صحابة رسوده وكلاء اللي قور شاه نبي قوى وحكب بدن إشان كمسوك ناسوك روايات كم شان وحكب بدن كمسوك ناسوك أما صحابة صدح إلى سقال باكسوك. إذن سيدنا عمر والنبي صومر علي رضي الله تعالى عنه النبي صومر رأي إنه صحابة سوغير حلو أميركا أو يري والنبي والبوح النبي كورس إيشك نأفر شيء نشان شيء وأروري وحان أركا روايات كأنبي كورس إيشك قصة عبسن صلاة الجنازة تكبيرات كذا أنا يتهاي أفر بحمان تلقاب بالله مسلمين أن كنت أفر بأنك تكبير سنين وقال سكو وافق وجمعي سيدنا عمر وحاكم سياسي دزو حاكم مد أهيت إن أمضى لغم يوم مذهب كفقه فرعي يعني حكيم بؤها وحال مد أحد سياسة اللو سمي بؤها أمضى هذي فقيات كأي فرعيات كأسكو خلافته خلاف ظاهره إيمان يبنان كأي الله وأقدم بأسكو دعبو كيني بربو كيني كأني مشو كيني صلاة الله إن لك لقصتو كيني حور مركة أنو كم دونه صلاة الجنازة إن كنت كن الروح مسلم كا أفر تكبيرات ونكمله مركو أسوق دنتي سيدنا علي وهو شيء سكبل وذواجرته سهوسي لكن خلاف ظاهرة ما هي ونقص هم الرأي ونعمان دون أنه كجمع المسلمين صلاة التراويح حق قيب كنت حق قيب كنت سيدك حوار كي دور يطبان كحوث قنو تاغين انت سوقاري وسكاني هل إمام بأسمي هل صف إذا جماعة بعمر نعمة هذه البدعة واسبيلي والقرنيس سيدنا عمر مؤقلين اختلاف المسلمين اختلافا ظاهرا في الفروع الفقهية لأنه حكينيا دماريا بربر بوكينيا صادرتي صمالي دا دحدي إذا الغفة في يوم مذهبا شافعين حكينيا بلبلية فوض فقهي وكينيا عذر كان وهابيا الله تمت مفاسد ذو كمدي هاي مفاسد ذو كمدي هاي وحيزون من قوريين حنابلو صوماليا كينين خلاف قد عودوك تيمبا دقال بسنك هلا سيري استفرتا هلا ورفيو قنوتك هلا قطبو هلا ودسي لولا بربر بوكين اسكو دعبو كين يعني خلافات كفقه وإن لقد دراسي مقام التعليم جامعاتها مدارس معاهد حلقات كجوني دي أرض الله وطلق عليها كود دراسي وكان معلومة وتراث فقه الدين يدون لنا هاي لا إنكر ما هي لكن إن لقد حبه يبلشدي أو لقد نقم عملا باهني عمل كينية خلاف وما دردي بقى لما أقوله صدرت الواقع مع شمع إبراهيم أذكر وانا قلت المامي ومفتي رئيس عودها يقول يا حنفية وسلفيين وحب الله يملك حنفيين يكون فافية سعودي حور جوجي هوشا أنا ودان ريس سعودنا أيوة حنكون رقنا مذهب حنبلية حسابين الحنفية لا هذا لاهور يا كابول لا هذا هذا ديدان صماء ملقين باقي عليه وكروا هاي وحر حلا شوف كله هلا تعزير أبوه إذا بيا شيء وهابي المركي حنبلي مركي الله سوف عليا وحي أهيد إلا وانية وحنجوجي الليلة وافق مقارنة دراسات كها لكن بلبلئي فوضها كين هدي ديدان إن وبيق الشبع اللي بيس اللي قدر جي أهيد ورقائنا ذفان تنبه رمنا هوشا كإلالية رقينا طلبة العلم هوشا فهما ويستحب ترك المستحب للتأليف مؤقتا شيء صناء بنائين لقدته سكم ملقارة سان أمضوا أكلا دين لو كلا تبنين كن صومالي قد رقم وحوليه أو إلهي قو أبوري خلقي وطبيعي خلاف كسكتش عليها فوضوا إيه وحديدة إيه استير حنت إيه قولوا استاقوا سكتش عليها بك صومالي مركة تربية ده سيادة الله سكتش إلالي قد يضا مركة سيدة سوية وحان رباك لينا تعليقية هوستو هوستو حقوق رأيه وذات كنو ولا إيه حقوق بانية وليه هاي اجماع بواقدا بكوك انتمي إن أفر تكبير وحكبنا على الله أقولي وحور والأصح أن الإجماع
بعد الخلاف يصح سداس فيه. ومسألة أصولية شدو الرجح غير كتبان الراجح في الأصول، شدو الرجح غير كتبان الراجح في الأصول، خلاف وجرو سابق ومتقرر، خلاف كالله بقي بوضه حرطو يكون خلد ما خلاف والله بقي بوضه، خلاف متقررة هي خلاف غير مستقرة. قول وجود مهلة النظر بالإدادة مسألة لطرحيه والغن نقاش وقال له أنا قصص إلى تأنس ونقدودنا قدودنا كدمنا ميل بنكبي وشبرني كا خلاف مستقرة ما خلافنا لقموص وقاضه. ولذلك ولا دوا وين بكو خلدمه يجي مانع الزكاة صعدوا بسكو خلافه وخطأ خطأ فقه أوي وخطأ في الأصول. مسألة مك على بساط الطرح على بساط البحث لقان نقاش إلى غرفين هي الأسكوا هنا والبدليل كيس كدي من فرق قدام بالوكرة تجا ندريات لما يراد خلاف صعب أسكوا خلاف لما يراد علوم أسكوا خلاف لما يراد لأنه هو خلاف غير مستقر لم يتقرر بعده. نبي حق ينكو حبا الله ما ماشو كود انتان كود دوغنا مسيه من الهبلان جينا كدي من حقود الماضي حيث قبض إن لو حبا وخلاف لم يتقرر كخلاف لم يراد مهلة النظر بالليل هذا مدة البحث بالليل هذا خلاف لما يجد متك أسقى كاكبها خلافكم متقرر وامح مسألة لقى النقاش وقال لسوح جيست فودة الإزقالية كدبنا وحلوك لدراري أنا هنا ساسا انقبا أدوغنا ساسا دقبتا أنكوا ذا سعون وأن شبك أن تيدان لا شبك حصدي مدة أنكوا ذا تشوغني وكل انت أنا وقبا أنه قد ما تضوى قبا كوك لتقنى خلافكم حالي وخلاف مستقر متقرر كاوي مثل لك النقاشي ليه هاي اجماع يمد بعد خلاف متقرر هل يصح واجماع عندنا من رفعنا يا مبابئنا يا خلاف كوري مسألون من نقول يسا مسألة مجمعا عليها الراجع في الأصول لا الراجع في الأصول لا خلاف ورم متقررة اجماع عندنا يمد من رفعين كروه والمذاهب لا تموت بموت أصحابها ما دي ما نيسو صحابتي يا تابعين تورا مسألة سكو خلاف لا برا إيه بيكية شيء وآدم بوذاديه دي يوحيد ينبلا هوش دي بان أقول نقول ويفيري هل قول بيسكو راعين لا بدا قول متكم بدعة قول كورولي واترا ما دي ما نيسو أئم ماذا إسلام كشيكتا ماذا حد يطلس كإسلام كشيكتا إي جوري ظالمين تا عند القدرة إن لغبحو أولا بدلو مذهب سلف بوها متقررة إجماع دنبو يمد مرة في عنكره وأشي كبر لي إنما انفقي وكف عن وركيوي اسكي إلالي صدرت تدمركم مرة يهي ترجمة حسن صالح حافظ قوحوري الخروج على أئمة الجورة كان مذهبا للسلف قديما مذهبا قديما يعني اسكي أبو سحابة هوشا السميسي تابعين باسميي خلافها وخلاف متقرر جواز الخروج على أئمة الجورة عند الظن بإزاحتهم هنا يبنان تاي ملب سلف بوها فارقة ينورد حيا نقي خوارج مركب وحاوي محزرة ووجوب الخروج ملب السلف قديم كالنوع عاصة إيا خوارج وحاوي حيا وعيدي ووجوب يجواز سلف الجواز بأركها هنا يبنان تاي أيون حقيقان وجوب وأنا قد يأخذ وعيسى المفسد والمصلحة الدلة إلى هذا هاي ثم استقر وشو سلم تبي وجري من أجل السنة وبحث عقد يمر كهلا أما بحث أصولها أصقع قبة كتب الأصول كسو كل شيء خلاف رو سابقها إنه سرفعين كرين ها إجماع ضمب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق بكره الله واختيارك سوء كشيري وذلك قارك سي قبان ويمرك عامل قارك بلغول لكي يقول هذا اللودي بي منشورات كيررك اي انت السلفية دوكوة قد فانتين بيلتا نو ويوركيسة الساقان ربنا اينا تلمان نوحه وكيري كتاب الصيام بحنكو قاري دون اصغو له وفي صحة الإجماع بحروفه كتاب شرح النووي في كتاب الصيام وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور في الأصول انت من وشيك كتاب النكاح وقوع رندونا والأصح عند أصحابنا
أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وحروف تيس نو حروف تيس وي محوكو يري مرق مسألة كهل ولفتو خلاف بوري خلاف هرو قديمة مال الرفعين كرا بإجماع لاحق كذب حولي والأصح عند أصحابنا شافعي ودن الأصح عندهم ومحي أنه لا يرفعه بحروفه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. هذا نوع حكم يقول والأصح أصحيه وإياه دمرك والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح ما شاء أنوح عن أمي إن الله كقو أنت إن الله كقو أنت عن أمي والأصح أن الإجماع بعد الخلاف لا يصح إن يتان أمي سيانا رشيخه لو يسقوا وإسليه اللي يدعى أنت إذا فانتين بيلتا. الإمام أبو الحسن الماوردي كتاب زي الحول الكبير وحول الظاهر من مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن حكم الاختلاف ثابت وأن ما تعقبه من الإجماع غير منعقد. قصوا الشرحي شافعي سداس أبو يعلى حنابلة نلقبة شافعي سداس يقبان مالك ويس خلاف المحققين توضنا شافعي إلى السعودان كذلك الحنفية حنفي ذو مركة أيا رأيك لعكسك قبة. أما جمهورها العلم حيقبان خلاف رو متقرر مرنوا مر رفعين كرو واحد ضمو إجماع الغش يا جاي نادي فانتين بنوما انت سنك قطع يا مسألة. باب القيام للجنازة حبابي هاي جنازة ده مركة القصوم مري إن له استاغو استاغ اللقاء الله والله بقى يبوت أضوف فردي جنازة الله وضو أما مسلمات هالنقطة ما كاب أردنا نوع إن القصوم مري أضوف فردي أيا ميد الله وضو إن القصوم مرشي أما قال هنقد ميت كأما مسلم هنقد خلقات مالها واسكم ميت نف إله أبو ري أيا لبح شيء مشى هول يا هول خطر كجت علوس غفلة يهودين كتوسط إله حسوسته وضن قتال الدنيا وأطلق على سر جوكسته تاسوا مسألة مسألة الله بعد ميت كي وضو حكوا الديبة أنا وذو ميت كي وذو دت كي وذو كنت تلا سعودي إلى لدقة هاي ما فريزن كرت أيدونا والله بدأ قيبه هذا الفريد يقول لك صوم مريانا وترك عيسى هدي أذو حكوة دول لسعوتينا ما فريسين كتولك ما هابان كرتيت هين إلا لديكو أولي قد تشي يدكت أولوك لديك نعش لابد أن مسألو حشوق هذا حديث الأوكياني ما حكم كولي ما 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 محكم با مسوا منسوخ وبحثك لو إيمان رباب قلو قلت يا وداد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزمن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبي أبي عبد الله بن عمر العمري عن عام ربيعة بن كعب المدني قال وحول الصحابة وكبار الصحابة كل قلت رياهر عام ربيعة بن كعب كبار الصحابة ممن أسلم قديما وهاجر إلى حبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا رقواوي وهي أذقي بدرا. قال حول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد عبد الله بن توفر لي وحكى قضني صحابنا بحكى ورقى قدم ذا إذا رأيتم الجنازة هذا ركتان ميد لوضو فقوموا استاقا لها واستاقا إعظاما لها إعظاما للذي يقبض الأرواح وينين أدوين إنسان الله نفط قاضي روح هاد أردى يدق لها وكجيت كأه وكرجحها إيه ما شيء الله إيه وحوق بان كرتشرين ما كهول وين وين وإلهي كحسوسينيس آخر كحسوسينيس ودي يجيل كحسوسين ديار جرو غفلة يهودنا أتكع لك حسوسينيس فقوموا لها حتى تخلفكم إلى إذن تضمرته ولا إذن ضافيه أو توضع أمر الخلاد يجوا لا بد من دوي أو توضع في الأرض وعلى الأرض إلى روك الله يقول أما أين مدو إذن رافته تاقنا هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد حا وحدثنا محمد رمح بن مهاجر المصري أخبرنا الليث المصري وحدثنا حرملة بن يحيى تجيب المصري أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرنا يونس ابن يزيد الليلي جميعا عن ابن شاب الزهري الليث بن سعد يونس جميعا كلاهما عن شاب الزهري يكفعنا عن شاب الزهري بهذا الاسناد سند كهذا صومرتين ابن شاب الزهري عن سالم عن ابيه
عن عامر بن ربيعة عن رسول الله وي. وفي حديث يونس حديث يونس وحا كجرى أنه سمع رسول الله يقول إنه مقلي رسولك له وله يعني قال رسول الله ما شاء هاي يا عامر قال رسول الله أولها يا وحكجر رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإسكن معناه لكنه عرى مسلم صدوح كوري إنه كوشيب. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد النافع عن ابن عمر متابعوك الودك يعني مرك قيمة بدن عن ابن عمر وسالم بالا متابعين يا النافع بانا متابعين يا عن عامر ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة متكين هذول الجنازة يميد لوضع أركو فإن لم يكن ماشيا معها هذوسا لسعن وميت كحالا كود فليقم الروح أصلها يستاغو حتى تخلفه إلى أي قدال أي دبضة أولك تكون دافتو يكون مودو أول ما ستوضع لدتشيو دكتي يتونك لدتشيو أولوك لديكو من قبل أن تخلف أنت سنكون دافين بارلوك لديكو مركا واتسك فاسك فاديه كرتا أما واتسك فاديسان كرتا لكن أضو فاديه يضو الله وضو هذه لغو صومر يستاغ وحنا تغنى إيسا إلى أي كال يبدو يكاتكتو أما رول كالاردقو. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية جميعا عن أيوب لبدأ هو حماد أيوه إسماعيل وي عن أيوب ابن أبي تميت السختياني. وحدثنا ابن المثنى محمد المثنى بن موسى البصري شيخ الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر بن حفص العمري حا وحدثنا ابن المثنى محمد حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد إبراهيم بن أبي عدي عن ابن عون عن عبد الله بن عون أرطبان عبد الله بن عون بن إله حا وحدثني محمد بن رافع عن نيسابور القشيري حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرنا ابن جريج عبد الملك كلهم وذا دهس كلهم يوجد أيوب أيوب يا عبيد الله يا ابن عون يا ابن جريج يا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد إسناد كذا طمر نافع عن ابن عمر عن عامر ربيعة ويدي نحو حديث الليث بن سعد بيكت التبيين غير هذا شيء أن في حديث ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز حديث وحا كجرة قال النبي صبنه وحور صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة متكين هذو جنازاركو فليقم ها إجوكسد ها إستاغو حين يراها مركو إنها بفكسي وقيد مهم جدا قول ماذا إستاغي ممركو يقول السيمان تاي مركو الوسو الدووية شاد بها تذكارة وإنها قلت فتي إستاغبالو انت يدونه كوسو جرت هذا استاغيس حتى تخلفوا الى اي مودو دوام مرتو دافتو وغورما اذا كان غير متبعها متبعها هذوسا راعين لسعن هذا لسعن وهذا سكفر لو سو مري استاغ. وحدثنا عثمان بن شيبه العبسي حدثنا جرير يعني ان عبد الحميد الضبي عن سليم بن صالح عن ابي ابي ابو صالح السمان عن ابي سعيد الخدري شوايد بغضب وضان امامكو هذيك الربيعه عامن ربيع عفوا شوايدي سبغة بالله نكون متابعاتك سيدمي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة هضات رعدان جنازة من اتبع الرباعي بعض النسخنا إذا اتبعتم ثلاثي لقاك يعني يدقى هيا يعني إذا اتبعتم بها يدقى إذا اتبعتم جنازة جنازة هضات رعدان مي فلا تجلسوها فريسانين حتى توضع إلى للك الله لقوه تاو حي أهيد مركا مركا أضاف فرديا لغو صومريو هذا نواب محي أذيك بار راعو وحكسه وتيب جنازة وحكا حبالي والله السعودة حتى توضع ذاسي على الأرض وهي روايات بوحيتهم حتى توضع في اللحد لبدا الرواية يمد روايات كوحا أصحى راجحنا عند المحدثين إن توضع على الأرض أيتها وإن إلك أين أهي نعش كسير الله وضو مركا بلوك الله لغو واتكفر سنكرتا قسم ما إن إلك الله دعوه. وحدثني سريج بن يونس المروزي وعلي بن حجر بن ياسر سعد المروزي قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن هشام
الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي حا وحدد حا وتحويل الاسناد بالا ليدا وحياضا بلغو شيغاي سند كوره كوره ومد كل اوريغوي ابتر كوره كوره وكل قبو ساس با لغا ودا وحدثنا محمد المثنى واللفظ له حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي قال وحيل يحيى حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوم جنازه ضل ركتان لو وضو وضفديدين جوكسدو استاغ فمن تبعها قف كرع صوما فلا يجلس سنفرسن حتى توضع اي على الارض الى ارض الخلادغو. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجم بن ياسر السعدي قال حدثنا اسماعيل من دي بنو نقضي سوازحنا حدثنا اسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن عبيد الله بن مقسم عفوا مقسم عبيد الله بن مقسم القرشي من كبار التابعين عن جابر بن عبد الله قال وذاتك جابرة وشاهد صدح هذه مرت جنازة جنازة صوم مرتي نبي صوم مرتي فقام لها رسول الله رسول كليبه وجوك استاغي وقمنا معه انور ولا استاغني بك بالا ندي فقلنا وحان النبي الله وهو جوكسنيه يا رسول الله رسول كليبه يو انها يهوديه انها جنازه يهوديه وحد النبي الله وجنازه قف قاله محل لو استاغتن ايدو ما مدن لو استاغي اي وحي كفيرين يعني وحي مودين ان اي قف مسلم الاحترام استاغوا حقوقاتين وينين يقدرين روح مسلم كان نفتي سلوك قدرين لي اما هي وارققح وقيردي ودك ايا روى روح مسلم كان الا درينسي دير قرو لا درينسي لا تابس عليس كيسا هاو شو لي هاي اذا روح مسلم وصعدوا فيو ايو يا قيري يا ميد لا وضو يكلو علوسيين حارد وين اثبتشو ولذلك جماعه من السلف رد بيقويين وصلانتك قادي وين ويكهجرودين مركز ليد محاط كوكشين نكا وحيدن مالن بوحان غوب جوغاين انغو جنازه جوغنو وحبال جوغنو يسكو قسل هي كا 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 بوكاي نينكا قبر دوشي كو قسل هي اي كو خفالتم هي اسكغه مشحرد هي كو هاسا وهي واني مان كورقبين با وقاس القلب من قلبي وسنغي هي ادقي هي دغا خوبي غافل اه تانا وحي كتوسيس علامات ان الهي كعبسين اطاي الكاسي كب يصعدا تي الله اللي بيذكر وين بس مع السلامه قوي مركاليس يعني حالات خاصه وي كدوان حالات هوري فقال نبي حرور يهودية يا نصرانية يا مسلم نما ما يهوشي ان الموت فزع ورقيري ودك ارققح له وحلو فريا كرماء والا بودو فإذا رأيتم الجنازة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مسلمة فقوموا جوكسدا حالدين وحكب بدلا عليس كالدريمة اللوينية يعني ومن وحيابها إلهي شعائرتي سيكمتايو كحصوصتا روح هذا أردهاي إدقدق لها إسنك تاغهاي أو قولف أو صعدواك نفت أول لما يقان مليات روح ذا أول ولا قسيبي ميادر كيسين ما راقنو سي كاغا بحد ميل لقي واحد ومعجزه كلبا مركو ان اسبدل يا دنقشو وكان موغدو ولول وكان موغدو. وحدن محمد رافع ان يسابوري قال حدن عبد الله عبد الرزاق اخبرنا جريج عبد الملك اخبرنا ابو زبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي انه سمع جابرا يقول جابر ابو مغلي قام النبي نبي استاغ لجنازه مرت به جنازه صومرت النبي وجوكسدي حتى توارد الى اللي بدأ ولا قريه. وحدثني محمد رافع قال حتى عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير ايضا انه سمع جابرا يقول قام النبي نبي استاغ وجوكسدي واصحابه اصحاب صلى الله عليه وسلم لجنازه يهودي من يهودي جنازتي حتى توارد الى اللي بدأ ومركا اشانه كقرصونت. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعب بن الحجاج وحدثنا محمد المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره الجمل الهمداني
عن ابن أبي ليلى محمد عفوا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد بن عبادة صحابي قيمة بني ديقسية وسهل بن حنيف الأنصاري كان بالقادسية إيش القادسية اللي رنجري تشوقين فمرت بهما وحا سومرتي جنازة ميت بلا سومري فقاما واستاغنا واجوكسنا بق بيد هذه فقيل اللهم وحلقوا لي إنها جنازة من أهل الأرض دول كان إنه قبسنا قادسية تلك كنا راوية مجوزة آية قال هذا آية مسلمين معها إنها من أهل الأرض دول كان تلك يسوي أي كافر كوضع يعني مركل إن لو استقام مضوي شو بهذه قش الصحابة هرام وكلا يدون قش فقال وحيد هذا لبدي الصحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة نبي محمد جنازة صومرتها الذكور فقام النبي واجه أكسدي فقيل وحال لي إنه يهودي نبي الله واجه يهودي جنازتي فقال نبي حمد أليست نفسا نفل قبضوضي والروح للغا ساري وإلهي أوشها مشى هولوين كقبطي صوماء ومعجزاء وعظيماء سوح لغا أرقح ماء سهول من ربي لقوين أيام ماء وايد سيدي أليست نفسا سواء كانت مسلمة أو مجوسية أو يهودية حديث البخاري مسلم النسائي بقى الأول يا مسلم وحدثني وحاك له حدثك إيه تبيي القاسم بن زكريا بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان يعني ابن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة الجملي بهذا الإسناد وعرب أعمش بابو متابعين إياه وذلك شعبها أنت سكرب من الله الأسبوع ما نمسك في ريو عن عمرو بن مرة الجملي بهذا الإسناد سنة كهدد من رئيسين عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن نقيس وسهل ابن سعد ابن حنيف عفوا وفيه حديث الأعمش حديث سوحا كجرة فقالا وحيد هذه كنا مع رسول الله رسولك الله يبانو لتشوقني والرواية عندما فإذا كجرت تورا كجر تورا مع عضين لتشوقين مرت به جنازة فقام فقيل أي لكن توحي عضين إساء إلا بس حبيب قبجوك هاي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة ما نصومرتي نبقى أجوك سدي مركز على النبي لوان وجنازة يهودي مركز أليس النفس النف بحري أولا قبضوضي مين ميسن هاي مدول بأرقى حبيب مضنطاي تعظيم ألا لوينا مشى كجرة باب نسخ القيام الجنازة مين كود الرهد مسيح سوك ما داري كرو باب نسخ القيام الجنازة نسخ قاني انت انا قاعدي مركا لبدا حكومه اللي سوف فاهي جنازه اضو فديا هدي لو سو مريانا او استا هدي الا سوتي او راعدينا الى دولك لا دغو وحباشي لا غارسيو اما ميل كسوكه لا دغو ما فريسان كرتي ما نافعنا فريساتو لبدا حكومه سو دمباده حكم كاسي مركا انو باقي هي ان كلي يا هذا بحثي كجرا اوامر عد عد باتمد ان جنازه هدي لو ما لا استاغو امر نهي عد باي من إن الله فريسانين إلى دولك الله دقو نهي عد نوالو هينا أمر عد نوالو هيا وحكا لي الله هيا مركز سوغان وحاوي كي نبي إنو فريستة كليا نبي إستاقي جرواق هوري واقي دمنو فريستة وفعل نبي محمد وحا الله هيا أحاديث تأرنيس فريستة يخالفهم وجلسوا أرنيس كل قد وضعيفوا لم يصح في الأمر بالجلوس بعد الأمر بالقيام حديثه وحقوله كؤا صحيح مجر وحالها يا صحيح ومحفوظة فعل كنال محمد وفردك إذن أمر كهوري الله يسأمر إنا لجوك سدو اللي استاغو هذا أمر وجوب أها فرسو حتوسها يا إيه وجوب كلنا سخيو استحبابك وباقي يا هاي على بناء على المسألة الأصولية إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أو الاستحباب إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أو الاستحباب هذه أمر كروه أمر استحباب أهانة فلك النبي محمد فرق حطوسها هي إذا نسخ الاستحباب بقي الجواز مرك فرقه يستاغوا ها فدغن وا بناي لا فريست استاغن وا مستحب وا راي لفهمك ومركه وحال نسخي وجوبك وحنا باقيه
استحباب هذه هران مستحبة وسنة أهانا سنة ولا نسخة وحان وحاكوس هري جواز كي بناني دي إن لا فرسنا وبنان تاي إن جاز الله استعانا وبنان تاي إن لا فرسنا وبنان تاي إن جاز الله استعانا واسنو لبضع مذهب بس آية أصحى كرا معايا لي وحديث عمر كأمر مسؤولين وصحيح حديث والبو كيمد الأمر بالجلوس بعد الأمر بالقيام وضعيف وحالها يوافق النبي محمد إذن الراجح مركا عند النووي ومحقق الشافعية قيامك هو مستحب فردقنا وجائز وفعل النبي محمد ولبيان الجواز سداس وشرح مسلم كل رجح النووي وكذلك في شرح المهذب لكن روضها لبدأ المذهب والرجحي بكبابي روض طالبين لبدأ المذهب إيه هذا وشرح مسلم كل رجحها حق أنه كل رجح شرح المذهب كفافاي وأبو أبو سعد سعيد المتولي صاحب التتمة أيو عرسدو أنت ضمير ضمير عرسدو عرسد مركز روضي مهذب شرح مذهب سقبتان يشرح مسلم حراجحة شرح مهذب معتمدة لأن محايا يمره كتاب روضة مختصر نووي رافع كتاب في وقت سارنيا انت بضان شخصيته زماشك أموقته إلا نادرا أما مهذبك وكتبت قدام بشرح وضو شرح مهذب وكتبت قدام بنونا مسألة آد وغفر صدا بحث بير نواك قليا أدو علي تعالى سيدة أسوي مهمة وحوي دليل عط ونسخ تلمام يمجره دليل عط ونسخ تلمام يمجره فلك النبي محمد وحن كتوسة كلية بيان الجواز إن واجبها قيام كون النص لومها يعط أمر كان مطلق بالله يا أنغن كرا يحتمل الجواء الوجوب والاستحباب هدي أن لو عسك أن أصل كأمر النبي كين وأن لقوح مباره وجوب وهذا قاعدة لا يقانا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري واللفظ له لفظ كان شيء دونه واللفظ محمد بن رمح يكي قتيبة ما أهب إليه إمامك حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد القطان عفوا يحيى بن سعيد الأنصاري هيا إلي يحيى سعيد القطان الليث ومركا وأقران ومركا شيخ النقنكرة الليث بن سعد ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن واقد بن عمرو ابن سعد ابن معاذ أنه قال وحولي رآني نافع بن جبير المطعم النوفل بأي أركي ونحن في جنازة جنازة لصعنا قائمة أنه تاقم بأركبه أنه جنازة ودنا أيها أنه تاقم بأركبه وقد جلس أسقن وفرستي يا فرستاني نافع بن جبير بفرستاني ينتظر سوها هي أن توضع الجنازة إلى الدقاء أسقن وفرستي وحن سوق يا جنازة لك إن لدغو أنور وان تاغن هايو وحن سوق يا جنازة لدجير لك لدغو أصنا فرد بكو سوق يا فقال لي نافع بن جبير وحيقو إلى هدان هاي واقد بن عمر ما يقيمك محاك توتين هاي محل تاغنت وأذيغا لقدارنا محاوق تنتاب فقلت معاني لي أنتظروا أن توضع الجنازة وحن سوق يا جنازة لدغو ومركا أنفرست لماذا؟ لما يحدث أبو سعيد الخدري وحان أتاقنا هاي بوري حديثك الشيخ هاي أبو سعيد الخدري لأجل ما يحدث أبو سعيد عن رسول الله إذن نبلاش أتاقن مئي هي حديث نبي محمد بأ الله يشهون لتاقنا هاي نافعو وحاني قاعد فودي قلن فقال حول النافع فإن مسعود ابن الحكم الأنساري ومن كبار التابعين له رؤية لكن نبي محمد وأركي أسوغير رجع أشراف تقيناه بنا أنصاريات بالغو ترية له رؤية لا رواية مرك حق رواية ذو حكية تابعي حق الدرجة ذنا سحاي وكنا قرني فإن مسعود ابن الحكم حدثني وحيش إجتبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أنه قال إنه يري قام رسول الله رسول كلايبة جنازه يستاق ثم قعد وأقدم وفرسين جريبه نبي محمد بجنازه يستاقي كدم حدا به إنه فرسته وحدثني محمد مثنى وإسحاق إبراهيم وابن أبي عمر العدني جميعا عن الثقفي عبد الوهاب
ابن عبد المجيد الثقفي بيوجد. قال ابن مثنى وحوري حدثنا عبد الوهاب بويري وذلك كان وحوري عن الثقفي لبد ذلك عن الثقفي بيده. قال وحوري عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد القطان بان مقلي عفوا يحيى بن سعيد الانصاري قال وحوري اخبرني واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ الانصاري اذا انك هذا ولو ابتري واركتان ان نافع بن جبير اخبره وحوري ان مسعود ابن الحكم الانصاريه اخبر اسد بن اسود التبيي انه سمع علي بن ابي طالب يقول في شان الجنائز على وكله واستاق جنازه لو استاق اما الله فريستكله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازه واستاق ثم قعد ايضا ان لا دغين وانما حدث بذلك وانما حدث بذلك صاوح وش اتبي حديثك وحو اتبي نك لا يدادو وكم نك تبينيا يا وش الشيغيا وانك كقادني حديثك واقد يحيى بن سعيد وانما حدث بذلك حديثك وش يحيى بن سعيد لان النافع بن جبير براء اركي واقد عمرو قام اسو استاغه وتاغن وجوغه اي قائما حتى وضعت الجنازه الى جنازه لا دغاي مركو خو شيغيا او تابعيا مركا اسو او قبا وحديثك علي او كفهمي نسخي نسخي بو كفهمي استاغوا وحوها شيء ليس امري ومستحبه اما واجبه كدب والا نسخي فدغا دمبيي لمن سنيو من بنانو جنازه لو استاغ واسو او كفهمي تابعيا اسو كفهمي حديثك علي قام للجنازه ثم قعد وحدثنا ابو كريب بن محمد بن علاء حدثنا ابن ابي زايده واسمه يحيى بن زكريا بن ابي زايده عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد سند قدم رئيس عن واقد عن نافع ابن جبير الى اخر حديث القرنيسه وحدثني زيد بن حرب حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا شعب الحجاج عن محمد بن كدر الانصاري قال المدني قال وحوري سمعتم مسعود الحكم الانصاري يحدث عن علي قال علي وحوري راينا رسول الله رسولك الله بانو ارغني يانو ارغني قام للجنازه سوى جنازه واستغفر فقمنا نقول واجوكسنا واستغفر وقعد وفرس فقعدنا ونفرسنا يعني في الجنازه والحديث عند اهل السنن الا ابن ماجه وحدثنا وحاكوا حدثك انه التبيين محمد بن بكر ابن علي المقدمي وعبيد الله بن سعيد ابن يحيى اليشكري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان هو القطان هو القطان حكوله وحكبق انك خلطه وذلك ما تقول لسوء وديها يحيى بن سعيد الانساري طيب يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد من فروخ القطان عن شعبة بهذا الاسناد سنة كذا صومرتين بن هوجو التبيي شعبة عن محمد المكدر عن مسعود بن الحكم عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة مركة وانت مذهب كاس مذهبتها مركة دورك جماعة من السلف وحي قبان هاوشا إلا نسخة قبي أهم قبي أهم إلا نسخة وجنازة أن لو يستغن لا استحبابا ولا وجوبا ركبة كنت قي تابعي أنا كميدة جماعة كان وكا نمنا وحيلين حبنك هو باقي وحنسوه قريبا ناسخ الله شيء حديث علي حديث لم يسمى مقلبة وحيلين وواجب جنازه هذه لو سو مريو ان ادو استاكت هذا راعدنا ان انا فرسنين با واجب الى دوله لا دغاي نمنا هلكاس كو تغاي نمنا وا نمنك تفصيل كقبيله لا 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 وجه للنسخ نص معين قوان جمعين احاديث ان لو استغنى ومستحب ان اسك داينا وبنانته وفعل فعل النبي محمد وحمد نسخ هاي وحكو عضينيا انه هو بنانته أم حكوا عضينيا أمر كسوه رأيها استينوها أمر استحباب وإحنا نسخ ماشي مجرو رأينا والرأي أديات وقيمة بلن رأينا أورنا يا مركة القيام للجنازة يا عدم الجلوس حتى توضع وشيء مستحبة فرق وبنايا أي الراجحة من حيث الدليل والقواعد والله سبحانه وتعالى أعلم.